مساء الخير حضرات المشاهدين والمشاهدات. اسمي البروفيسور عبد السلام القصاب. أنا أصلا من العالم العربي بس أعيش في الولايات المتحدة، وعايز أحدثكم دلوقتي على موضوع مهم جدا لمصر وللعالم العربي وللعالم كله، وهو موضوع تهشش العظام اللي بنسميه باللغة الإنجليزية osteoporosis. الحالة دي بتصيب النساء بعد سن اليأس، وكمان بتصيب الرجال بعد سن 65، لكن عادة دي الموضوع متدرج ويبدأ بضعف في العظام اللي بيحصل بعد سن اليأس. والخمس سنين بعد سن اليأس هي العامل أو الفترة المهمة جدا اللي العظام بتضعف فيها. اللي عايز أحدثكم عليه أنه كل واحد يكون عنده قسط يومي من الفيتامين دي ومن الكالسيوم. انتوا عارفين الاكل اللي فيه الفيتامين دي اللي هو مشتقات اللبن والحليب، لكن معظم الناس في العالم العربي وفي مصر كذلك ما ياخذوش كفايه من اللبن او الزبادي او من الحليب، فينصح انه تحاولوا تاخذوا فيتامين دي بسبب بوجود علب متعدده الفيتامينات، او كمان تاخذوا الكالسيوم. النصيحة كمان أوجهها لأولادكم اللي عنده أولاد من سن 15 لسن 25، يتأكد أنه يأخذ قسط كافي من الكالسيوم والفيتامين دي، لأن ده بيوفر صحة كويسة للعظام، عشان لما يكبر الشخص والست خاصة وتبلغ سن 45-50 اللي هو سن اليأس، هتفقد كالسيوم وفيتامين دي كتير وعلى العظام هتضعف على طول. فعشان كده واحد يدخل سن اليأس وهو محصن بكمية كبيرة من الكالسيوم والفيتامين دي. ازاي بقى واحد يعرف عنده تهشش عظام؟ عادة الموضوع ده موضوع صامت ما يعطيش أي أعراض. جايز واحد يحس ألم في العضلات أو في المفاصل، وكلنا عندنا وجع ظهر، بس مش بالضرورة يكون عنده تهشش عظام. لكن بشكل عام الست اللي عندها خمس سنين بعد سن اليأس يستحسن تراجع الطبيب بتاعها وتحاول تفحص فحص هشاشة العظام. هو فحص سهل جدا بجهاز أشعة بسيط ما يعرضش الأشعة، والتكلفة بتاعته قليلة، ونستعمله كل سنتين عشان واحد يشوف نسبة الكالسيوم في العظام. النسبة دي بتبقى تتابع على كم الإنسان بيكبر، وبالنهاية لو كان في تهشش في العظام ممكن الدكتور يوصف لكم أدوية كويسة، معظمها بالفم، أحيانا بالإبر، لكن معظمها بالفم بتقوي العظام وبتحاول تمنع الكسور. اللي نخاف منه من تهشش العظام هو موضوع الكسور اللي ممكن يحصل لو واحد وقع أو حصل له لا سمح الله مطب أو أي حاجة بسيطة في البيت، لأنه العظم يكون ضعيف. وكمان أذكر الرجال أنه بعد عمر 65 ممكن يتعرضوا للحالة دي، فكمان لازم يكونوا مهتمين بالكالسيوم والفيتامين دي. على فكرة المرض ده مرض شائع جدا، وكمان يعني لكونه صامت الناس ما تتكلمش عليه زي السكر والضغط والكلام ده. الحالة الثانية اللي بحب أذكركم فيها أنه تهشش العظام بيحصل كمان على في سن مبكرة لو الإنسان كان عنده دواء مثل الكورتيزون أو الدواء الربو اللي بيستعملوا فيه الكورتيزون ومشتقاته، لأن دي الأدوية دي ولو مفيدة للربو لكن بتعمل ضعف للعظام. فكمان لو حضرتكم بتاخذوا دواء من النوع ده اتصلوا بالدكتور بتاعكم عشان يعمل لكم فحص تهشش العظام. ونتمنى لكم صحة طيبة ومتشكرين.